حبيبي. دولة انت يا دولة، عايز ايه؟ عايز ايه؟ اوه بقى يا دولة، جرى ايه يا ابني؟ هو انا موريش غيرك في البازار وهنا، كل شوية تنطلي في كل حتة، ما انا زهقان منك في البازار كمان هتنطلي هنا. يا دولة ايه ده بس يا دولة، انت دايما كده، هو مكسر نفسيتي يا دولة. ايه ده؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ انا جاي يا سيدي علشان يا عم تعالوا كلكم هنا اهو، تعالوا. في ايه؟ تعالوا ابسطكم، تعالوا. انا جاي علشان اعزمكم بكره على عيد ميلادي. الله، كل سنه وانت طيب يا عم رمزي. ايه ده؟ هابي بيرثدي تو يو يا رمزي. وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا مدهول. وانت طيب يا رمزي. كل سنه وانت طيب يا سيدي. ها ماشي، عزمتنا فين بقى؟ عامله ان شاء الله عيد ميلادك ده؟ لا، ما انا مش عامله في حته. امال عازمنا ازاي يعني؟ عازمنا على ايه يعني؟ يعني انت جاي بتقول عيد ميلادك عشان ايه يعني؟ عازمكم على عيد ميلادي. ومش اللهم طول الكلام. استنى بس يا عادل، اصبر بس يا بيبي. اهدى بس. بص يا رمزي، يعني هو ده انت عادل يقصد يقول لك اين سوف تكون جغرافية المكان اللي هتعمل فيه عيد ميلادك؟ اه فهمت يا رانيا. لا، هو انا مش هعمل عيد ميلاد، هو انا يعني عيل سيس كده هون عشان اعمل عيد ميلاد. فاضي. ده انت هتفقدني اعصابي بجد، انا مش فاهم انت جاي تعمل ايه. لا 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 لا، اللهم طولك يا رانيا. معلش يا رانيا، ولا ولا لا. ولا ولا ما تجننيش. يعني انت جاي تعزمنا على عيد ميلادك ومش عامل عيد ميلاد؟ ايوه يا دولة. لا، وانا مش بتوع عيد ميلاد انا. امال جاي ليه؟ عايز ايه يا دولة؟ هو انا يعني مش زي انسان زي البني ادم بالظبط؟ انسان زي البني ادم، ولو ان في شك ماشي يا سيدي. كل سنه وانت طيب يا رمزي. وانت طيب يا دولة يا حبيب قلبي. ها، وهتبقى كام سنه بقى ان شاء الله؟ مش عارف. مش عارف ايه؟ عندك كام سنه؟ يا دولة، ما اصل انا وانا بقى صغير خالص، فامي قالت لي بقى انت هيجي عيد ميلادك يا رمزي كل 10 سنين بقى كده. على اساس ان انت حيوان الكنغر يعني؟ ايه، مفيش حد بيحتفل كل 10 سنين طب ما انت كده عندك ايه مثلا يعني؟ انت احتفلت بيه 3 مرات ونص مثلا. بص بقى يا دولة، سيبك من الحزبه بقى دي، سيبك من عم. ندخل بقى في الاهم. ده ايه ده؟ اتفضل يا سيدي، دي بقى الهدايا اللي انتوا هتجيبوها لي بكره ان شاء الله. ايه ده؟ عامل ليست وكمان محضر ليست هدايا؟ هو احنا هنصرف عليك؟ انت داخل على طمعه بقى. الله يا نقنق، يعني هو انا لو ما طمعتش فيكم يعني هطمع في مين يعني؟ تطمع في مين؟ تطمع في انت يا ابني؟ ايه، ما فيش احساس خالص. خلاص يعني داخل علينا عايزنا ندفع كمان؟ خلاص اللهم طولك يا روح. خلاص ولا 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 ولا، خد اللسته بتاعتك دي واتكل على الله. يلا اطلع بره. طب خليها يمكن تفكر ولا حاجه. ما بفكرش. يلا خدها واتكل على الله. يلا يلا اطلع بره. ليه كده دول يعني؟ ليه دايما تكسر نفسيتي كده؟ وانا اللي كنت جاي اعزمكم لاول مره في حياتي، لعلى اول عيد ميلاد في حياتي. ولا بلاش شغل الدراما ده، ما بياكلش معانا. يلا اتكل على الله. ما كانش العشم يا دولة. العشم مات من زمان. يلا اتكل على الله. يلا 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 يلا، تعال. طب الورقة يمكن تحتاج. لا مش هنحتاجها، مش هنحتاجها، اشيلها معاك. يلا يلا. ليه الدنيا حظي كده؟ في الأحزان تفتكريني وفي عز الفرحة بتنسيني ليه؟ يلا عيد ميلاد جرحي أنا. يلا طب خد يا دولة، يمكن تحتاجها. مش هحتاجها. يلا. حرام، شكلك اتأثرت يا عادل. مش اتأثرت، أنا أصلا افتكرت الأغنية بتاعت عماد عبد الحليم الله يرحمه. حرام عليك يا بابا، والله انت كده احرجته. بيبي عادل حبيبي، يعني رمزي ملوش غيرك في الدنيا وغيرنا احنا كلنا، فيش مشكله يعني لو هو محتاج يحس بشويه اهتمام. اذا كنت انا نفسي ما احتفلتش ولا مره بعيد ميلاد نفسي، احتفل بعيد ميلاد رمزي ازاي يا جماعه؟ معلش يا بيبي بقى، هو الراجل جاي وكله امال ونفسه ان انت تحققها له. بليز يا عادل، يعني حقق له اماله وامالنا المكنونه. قصدك ايه يا رن؟ قصدها يا سيدي ان سي رمزي ملوش غير سي حضرتك، يعني لازم تحتفل بعيد ميلاده. تفتكروا كده؟ آه. ماشي، هحتفل بعيد ميلاده بس على شرط. إيه؟ انا اللي هعمل له عيد ميلاده بطريقتي. دولة، انت
مش عايز تقول لي حاجه كده ولا حاجه؟ حاجه يعني ايه؟ يعني يا دول يعني تكون قلت بقى في عقل بالك كده هون بقى انا ايه ده، انا ايه اللي انا عملته مع رمز ابو الرماميس حبيبي ده؟ هو يعني انا كده هو ازعله؟ لا انا لازم بقى اروح اقول له بقى حقك عليا وكل سنه وانت طيب وكده اهو. ماشي يا سيدي، كل سنه وانت طيب. بمناسبه ايه دول؟ يخرب بيتك. انا بهزر يا عم بقى، سيبك بقى من الجورنال ده اهو بقى. هدول بقى وهتعمل لي ايه بقى النهارده مفاجاه بقى؟ اعمل لك ايه يعني؟ انا بس عايز اسالك سؤال، انت ليه لاول مره في حياتك تفكر ان انت تحتفل بعيد ميلادك يعني؟ ما انا بقى دول قلت انا العمر اللي جاي بقى مش قد اللي رايح، يمكن يبقوا اكتر او اقل مش عارف، فانا قلت بقى نحتفل بقى ايه بعيد ميلاد اللي فاتت اللي انا ما احتفلتش بيها، واللي جايه كده هم مره واحده يعني نعوض ده في ده. واخدهم كلهم شروه واحده. ايوه دول بقى. قول لي بقى محضر لي ايه بقى؟ يا دي محضر لي ايه؟ محضر لك مفاجأة طبعا يا رمزي. بص مفاجأة هتطلع من ودانك هذا رمزي. والله انا يعني عارف ان انت دولة بتحبني في الاخر. ايه هي بقى المفاجأة؟ يعني انا لو قلت لك ايه هي المفاجأة هتبقى مفاجأة، انت عبيط يا دولة. ما انت كل شوية تقعد تخبي عليا حاجات وتيجي تقولها لي في الاخر بعدها بثانية على طول بقى. ايه قصدك؟ ايه قصدك ان انا اهبل ولا ايه؟ لا يعني مش بالظبط كده يعني، بس انا دول دايما بقعد اخدك كده على قد عقلك كلها يعني. يا ادمه المفاجاه اصلها يعني مفاجاه. ايه ده؟ ايه بقى المفاجاه دول؟ إيه؟ انت حاجه وجعك؟ حاسس بدوخه كده يعني، يظهر ان انا ارهقت في الشغل النهارده ولا ايه؟ ايه دول ارهقت؟ ايه دول؟ ده احنا لسه فاتحين البازار دلوقتي. قول لي بقى المفاجاه. هو فتح البازار ده شويه يا ابني، فتح البازار ده بيرهق الواحد جدا على ما بيفتح بقى ويخش يقول يا هادي والرش قدام البازار يعني. لا خلاص روح بقى. هتعمل ايه؟ انا هتكل على الله. بس خلي بالك من البازار وما تقراش الجورنال ده يعني. ماشي ها دول ماشي، سيبك الجورنال ده. سيب اصل انا كنت ممكن اخده معايا البيت اقعد اقراه، بس انا خايف ارهق لو قعدت اقرا الجورنال فانا هسيبه. بس انت ما تقراهوش وخصوصا الصفحه دي يعني. ها يا دول مش هقرا يا عم. يعني بص الصفحه دي كده وما تقراهاش بقى، يعني ممكن تقرا الجورنال كله بس الصفحه دي بالذات ما تقراهاش، فاهم؟ دول انت ايه يا دول، خفيت ولا ايه؟ اقعد. اتكل انا بقى، اتكل انا. ها ما تقراش بقى الجورنال ده يا عم. حاضر دول. سلام سلام. الصفحه اللي هي المفتوحه دي. ماشي حاضر دول، مع الف سلامه يا دول. سلام سلام. كل يوم يقعد يقول لي ما تقراش الجورنال ويسيبه واقعد اقراه برضه. نقرا بقى اهم حاجه في الجورنال، حظ اليوم. الدلو الدلو الدلو. وانا برج الدلو فعلا ولا دول هو اللي بيشتغلني؟ ايوه اهو. سوف ينتظرك اليوم يا رمزي الكثير من الأحداث السعيدة. يا ما انت كريم يا رب، ده مكتوب وقالي كل ده. يا ترى ايه هي الأحداث السعيدة يا رب؟ ده يبقى أحلى عيد ميلاد في الدنيا. أنا فرحان جدا. ايه ده؟ دي صورتي دي؟ وايه الكلام اللي مكتوب ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ مش ممكن. هنا القاهرة، اسمع الشرطة. السفاح الخطير رمزي، من يستدل علي أرى الرجاء الاتصال بجهات الأمن فورا. السفاح وصل ضحايا حتى الآن 20 سيدة و15 رجل وطفلين حلوين كده وحمرين، وقد تورط في أحداث برج التجارة العالمي وحادث المعرض بالأرجنتين. كمان الأرجنتين؟ والسود ده، السود ده جاي منين؟ يا نهار أبيض، ده كله أنا. متوسط الطول، يرتدي نظارة وحمالات ويدعي البلاهة. أنا؟ أيوه. جدير بالذكر أن اليوم هو عيد ميلاده. عيد ميلاده. عيد ميلاده. عيد ميلاده. عيد ميلاده. بقى أنا إرهابي وده كله سفاح. حس السودة يا عم. لا أنا هروح. أنا يا غبي غباء بس.